شبابك يا وطن هاي. ايدك يا ولد ايدك ايدك وخالد خليك من حافك وخالد ايدك يا ولد خليك من حافك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع كما تابعتم في بداية المقطع، الموضوع اليوم سنتحدث عن عودة التظاهرات في ساحات التظاهر في المحافظات العراقية، عودة زخم التظاهرات، وهناك أيضا حديث دولي عن هذا الموضوع سنتطرق إليه في هذه الحلقة. لكن مع عودة التظاهرات إلى زخمها استمر القمع الحكومي تجاه المتظاهرين، وهناك إصابات بين صفوف المتظاهرين شباب وبنات. يعني الموضوع بالنسبة للحكومة ولقواتها القمعية الأمنية لا توجد تفرقة حقيقة بين شاب وبين فتاة، ولا يوجد حرمة للنساء في العراق المتظاهرات، لأنه بالنسبة لهم الكل في خانة واحدة ويعتدى عليهم أمر طبيعي جدا. وهناك أيضا حالات إصابة وقعت في صفوف فتيات عراقيات شاركنا في هذه التظاهرات. لدينا هذا المقطع الآن نشاهده مع حضراتكم من بغداد، مطالبة المتظاهرين بمحاكمة قتلة ثوار تشرين السلميين منذ انطلاق الحراك الشعبي العام الماضي، وأكدوا على مواصلة انتفاضتهم حتى تحقيق مطالب الشعب وإسقاط النظام، نظام المحاصصة الطائفية وسلطة الأحزاب الفاسدة. فنشاهد. طبعا مثل ما تحدثنا قبل قليل عن موضوع الاعتداءات التي تتم على المتظاهرين، هناك إصابة لمتظاهر بجروح من جراء إطلاق القوات الحكومية الرصاص عليه، وطبعا الاستهداف كان بالرصاص الحي قرب سيطرة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد. دعونا نشاهد. شوفوا شلون الاعتداء على الشباب. اشوفوهم واقفين ويا الاحزاب شايلين سكاكين شايلين تواثي. قتلت يا الجيش العراقي. هاي الرمح هاي على المتظاهرين. هم تطلب منهم الفاز يجوز ما حد يجي. الله اكبر. يسأل الشاب بالمقطع هاي تاليتها الجيش العراقي؟ لا، هاي مو تاليتها، هاي أولها وتاليها. الجيش الذي بني بعد 2003 وبني على نظام الطائفية والمحاصصة والتحزب وملئ بالأفراد الدمج وسيطرة الأحزاب على قيادات في الجيش لتحركهم وفق رغباتها، طبعا تكون هاي تاليتها، البداية كالنهاية. بدأوا على أساس خاطئ، دمروا المؤسسة العسكرية العراقية العريقة وبنوا هذه النماذج، هذه الفصول من المسلسل الدموي الذي يستهدف العراقيين كل يوم. جيش، شرطة، قوات تدخل سريع، قوات استخبارات، حشد، كلها في إطار واحد، الميليشيات مع القوات الحكومية في خانة واحدة لاستهداف الشعب، وهذه هي الأدلة. معنا الآن السيد زيد من بغداد، تفضل يا زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع
الحلقة عن المظاهرات. نعم بس علي صوتك شوية يا زيد، ماذا أسمعك؟ إن شاء الله إن شاء الله. يعني هو المظاهرات لازم ترجع وترجع بقوة يا أخي. نعم هذا تأذى هواية ويجب أن يرجعون بقوة. نعم ما يعطون الوقت لهذه الحكومة هاي الميليشيات. نعم والله إذا ما رجعوا صحيحة وتكاتفوا يقتلوهم ويعتقلوهم واحد واحد. نعم تعتقد يا زيد تعتقد انه الكاظمي مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة المؤقتة المفروض انه يقدر يسيطر على عناصره اللي تقمع الناس يوميا، وهو اللي وعد بإيقاف قمع المتظاهرين ولغاية اليوم بدنا نشوف اعتداءات من قبل القوات الحكومية على المتظاهرين، وين هاي الوعود وين تنفيذها؟ والله هو قد يكون بود فعل هذا الشيء بس لكن مو باستطاعته. ما يقدر استاذ محمد. نعم ليش ما يقدر؟ شنو اللي يمنعه يا زيد؟ فاقد للإرادة. هو هم اللي جابوه هم. نعم. جابوه استاذ محمد. نعم هي هاي الاحزاب وهاي الميليشيات اللي اتت به شلون يقدر يتمرد عليهم؟ طلعوا من السجن وحطوا صورهم صورته تحت الاقدام ويهتفون ضده. نعم. واستقر من عنده يا استاذ محمد. نعم انا اسالك بس بالله لو مواطن فقير والله لو يشيل سكينه مال المطبخ. نعم وخصوصا بمناطق الغربيه وهاي سكينه مال المطبخ بعد ما حد يجا مو اربع ارهاب اربع دنيا. نعم. وغضب. نعم والله قيس الخزعلي بحوار له البارحه البارحه ما اعرف ذكرى. نعم. ثوره العشرين فاتهم بها الشيخ ضاري المحمود رحمه الله الطاهر الكبير. نعم شيخ المجاهدين. صحيح اتهم اتهامات باطلة وقال علي هذا قاطع طريق وكان عميل لدى الانجليز. اقول له مو ضاري المحمود اللي عميل عند الانجليز، انت امثالك كنتوا عملاء عند ايران وعند امريكا، انتوا قطاع الطريق، من هو اللي باق بيوت الناس ما يسمى بالتحرير؟ مو انت وميليشياتك؟ نعم صرتوا مجاهدين، منين جاكم الجهاد يا حبيبي؟ نعم. منين جاكم الجهاد؟ وانتم كنتوا ذيول امريكا وايران، انتم جبتوهم بلا على هاي المناطق وهسه تكونون هاي المناطق، هاي المناطق لا صارت وياكم ولا ويا امريكا. نعم قاومة امريكا وانتم حطيتوا علي هذا القرار وصوتوا علي اربع ارهاب، اي سني يضرب الامريكا الامريكان هو ارهابي. صح لو غلط استاذ محمد؟ نعم فاحنا صرنا متهمين من قبل الكل. طلع هذا عبد الكريم عطان النائب قال سمعته في لقاء متلفز على احدى القنوات. نعم فايش قال هذا عبد الكريم عطان؟ هو خوش رجل شيخ يعني وابن حموله. طيب فقال حكايه لليوم هتعز بنفسي. قال اويلي علينا سكان هاي المناطق، شفتوا اعتقلوا شبابكم وديحوا نسوانكم ويتموا أطفالكم وإحنا مو زلم قاعدين هنا نحكي سياسة، لو بينا خير كان طلعناكم مثل هاي الميليشيات وعندنا سلاح كان طلعناكم. نعم. أقول له علش أنتوا ضالينهم. أنا أشكرك يا سيد زيد من بغداد. طبعا هذا السؤال هو حقيقة يطرح دائما لما يسمون أو من يسمون بسياسيين السنة اللي دخلوا للعملية السياسية ويقولون إحنا ممكن نصلح أو يحملون هذا الشعار الوهمي. 17 سنة وما الذي قدمتوه لأبناء مناطقكم اللي دمرت أبناء حتى عوائلكم؟ والكلام أيضا على الطرف الآخر هو إيش قدموا بشكل عام السياسيين بكل الطوائف والانتماءات، إيش قدموا لأبناء مناطقهم وأبناء طوائفهم؟ واليوم اللي بدنا نشوفه هو نتيجة هذا الفساد اللي مستمر على أيدي هؤلاء، والشعب طلع بده يسقطهم ويزيلهم من الحكم. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. فقدنا الاتصال. السيدة أم أحمد من الموصل، تفضل يا أم أحمد. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. أخي يعني أنا من المفقودين، أنا من الموصل، أنا زوجي من 24 واحد 2017
اخذوا الجواعد بدي منتسب بالمرور. نعم اخذوه وما نعرف احنا كلش عنه، احنا نطالب بيهم المعتقلين وينهم؟ نعم نتحررهم وينهم؟ وين راحهم؟ اذا عدوا من الحكومه غير يطلعون اياهم يقولون موجودين او لا. نعم اني صاحبه اطفال احنا نريده هو، اذا طيب هو موجود طيب مشان سجن نزوره ونشوفه. نعم حال 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 الدواعش عم نشوفهم اهاليهم تروح وتجي هو منتسب. نعم قام اخذوه من بيت حال حال كثير من وادي حجر من غير ما نعرف من اخذوهم. نعم الله يكون بعونكم يا ام احمد و... نعم الله يكون بعونكم واشكرك للمشاركه. من معنا من الناصريه؟ السيد محمد من الناصريه، تفضل يا محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اليوم اريد احكي على قيس الخزعلي، هذا الكلب الحقير الصاقب. اولا محمد يعني لا نعم. لا انا من بس بلا تجاوزات يا محمد، بلا تجاوزات رجاء يلا فضل. بدون تجاوزات بدون تجاوزات. هذا الشيخ ضاري المحمود هو قدوتنا بالثوره. يجي قيس الخزعلي يحكي عليه هذا العميل، العميل الايراني والعميل الامريكي الاسرائيلي. نعم هاي نقطه. النقطه الثانيه هاي الميليشيات، الميليشيات ان شاء الله ان شاء الله ايامهم مخلصه. دعوات للتحشيد للثوره للتظاهرات يا محمد، شنو الوضع يمكم بالناصريه وهاي الدعوات المستمره لعوده زخم التظاهرات؟ والله احنا مع عوده زخم التظاهرات مع انتهاء هاي الازمه ان شاء الله ونعود ان شاء الله بقوه. نعم بعون الله ان شاء الله. ومساندتكم انت والقناه الوحيده اللي وقفت ويانا بهاي الثوره. هذا واجبنا. لا ان شاء الله. الله يسلمك يا محمد، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. طبعا نكمل ويا حضراتكم مشاهدينا الكرام بموضوع التظاهرات وعودة زخمها مرة أخرى. مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض خريجي وخريجات العلوم السياسية في بغداد إلى إصابات بعد اعتداء من قبل القوات الحكومية عليهم بالضرب أمام مبنى وزارة الخارجية. دعونا نشاهد هذا المقطع. يهتف احد المتظاهرين يقول يا جيش يا سور الوطن. اي سور هذا اللي سمح للميليشيات بالتغول بالعراق وحمل السلاح وتهديد المواطنين وحياتهم ورزقهم وامنهم؟ اي سور اللي سمح للايرانيين انه يطبون ويطلعون باسلحتهم وبمخدراتهم اللي ملأت العراق؟ هل سور الوطن يرضى ان يكون عندنا بالملايين مهجرين ونازحين ما يقدرون يعودون الى مناطقهم؟ هل سور الوطن يرضى انه يظل عندنا بالسجون والمعتقلات عشرات الاف بل مئات الاف من الابرياء بلا ذنب ويومية عمليات اعتقال وتغييب على أيدي سور الوطن؟ هل سور الوطن يرضى باللي يصير بنقص بالخدمات وفساد السياسيين وسطوتهم على رقاب المواطنين والسرقات والسيطرة على المنافذ الحدودية اللي هو وظيفته أصلا يحميها ويحافظ عليها؟ وين سور الوطن بالعراق اللي يوميا نشوف بانتهاكات واعتداءات على المواطنين من الجميع، من جميع الميليشيات الأحزاب السياسيين وحتى وزارتي الدفاع والداخلية بكافة صنوفها وتشكيلاتها؟ معنا مقطع نشاهد الآن تناقل لداخل وسائل التواصل الاجتماعي. صرخت امرأة عراقية من حملة الشهادات العليا وهي تطالب بحقها من حكومة الأحزاب والميليشيات التي لا تنظر إلى الكفاءات، فلنشاهد. الساحل جايبني وكسر ظهري
معنا السيد ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحم الله والديكم وعلى البرنامج ونشكركم هواي. الله يسلمك. نريد نسمع صوتنا حتى يسمعون صوتنا. نعم. انا عندي مشكله. شنو مشكلتك؟ تبرعت بارضي. تبرعت بارضي دون منص متوسطة. طيب. فمشيت معاملتها وبنيت المتوسطة على حسابي. نعم. فراجعت التربية، فتحت المتوسطة سنة 2016، راجعت التربية. التربية قال لك الأولية من تجي تعيينات. وإجت التعيينات وخذوها إلهم. ما اعرف يا هل خذاها. نعم. فاني تسمعون صوتي باوراق الدوله او بالاوراق الرسميه وضع الملكيه لك لو المن؟ لا علي الملكيه وتنازلت بدون ونص للتربيه. طيب. فالسيد المدير تربيه واسط قال لك الاوليه وانطاني كتاب. اي. والسيد المحافظ قال لك الاوليه وانطاني كتاب. والثاني المحافظ الثاني هم قال لك الاوليه وانطاني كتاب. طيب. كل هذا وجد التعيينات وما انطوني اي درجه. نعم نعم. واكو بعض المدارس يعني متعينه بها سبعه وخمسه انطوهم درجات واني ما انطوني درجه. رغم انه انت متبرع بدون ونص. انا متبرع مو بس بارضي. يعني كلفتني من جيبي حتى من نعم. جيبي الله شاهد علي. نعم. واني قطعة سبيل المعروف يعني شفت الشيء اللي صار يعني قلت بعد توابت كل شيء ما اريد اسوي بعد يعني نعم. قطعة سبيل المعروف هم. الله يكون بعونك يا ابو علي على مصابك. انا يعني اشكرك ومتمنى صوتك ورسالتك توصل حقيقة. يعني من قمة الظلم انه واحد يعيش ببلد المفروض فعليا او نظريا حتى مو عمليا نظريا انه يكون من اغنى بلدان المنطقة والعالم انه يبحث بهذه السبل حتى يحصل على وظيفة. ابو فيصل من السعودية تفضل يا ابو فيصل. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور اهلا وسهلا. تحية لك وتحية القناة وكادرها والمتصلين والمشاهدين. الله يسلمك. الله يسلمك محمد. بالنسبه نحيي عوده المتظاهرين الثوره ان شاء الله ان شاء الله للخضراء ان شاء الله. نعم. بالنسبه للعراق محمد هي لا يوجد هي منزل الحكومه خصوصا في هذه المسرحيه الجديده حقت حزب الله والميليشيات الاجراميه. فالكاظم هو غير جاد اصلا هو من الاساس هو غير جاد هو الوتيبه هذا المجرم كرئيس وزراء العراق هو امتداد للاجرام وامتداد للارهاب. لانه العراق في ظل الكاظم لم يكن في دوله بالعراق. ما هي الا انها تنسيق بين الميليشيات الايرانيه والمحتل الامريكي. بالنسبه فنحن لا نعول لا على الكاظمي ولا على ابراهام صالح ولا على محمد الحلبوس هذول كلهم خلص. لا نعول الا على الله اول شيء ثم الشعب العراقي ان شاء الله يقتلعهم من جذورهم. وتحيه لك. شكرا جزيلا لك سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيده ام حسين من بغداد، تفضلي يا ام حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. قناتكم. الله يسلمك. ويكون صوتك الكاظمي للحلبوسي تقول قلبك والله مليت يومي اني تبعاضين كثرك الله جالي يا مشاء جدون كثرك الله وعندي اثنين معوقين زوجي مسجون تسفيرات من عاد الشعب كثر صار له اربع شهور ما مخابرني. نعم. تسمعني؟ اي نعم. اول ديره مصرف ملابس مدري اصلا. نعم. كثرك الله رجال راح بريء واطلب من الكاظم اني اعطاه للمساجين. كثرك الله مثل نصها ابرياء بس كثرك الله راح قبل ست شهور راحت له يبكي. تسمعني؟ اي نعم. تعذيب 24 بالتعذيب. ادري اسمعني الكاظمي. ادري الكاظمي ما شفت قناتكم، الحلبوس ما شفت قناتكم، فهم صح ما شفت قناتكم راح اتخبل هسه انا راح اتخبل. يعني العالم هسه تبكي وتتظاهر وراح دماء انا يتعفوا مساجين السعود يتعفوا ايران عفوا ليش ما يتعفوا العراق ليش؟ اريد اعرف ما يتعفوا ليش؟ مستفادين به مستفادين مسجنا كل شهر 400 500 البطلون 10000 دينار التجاره 3000 الجده هذا كيف تبيش؟ وهاي السوالف كثرك الله اسمعني؟ نعم وبالتعديل اخذنا نحترف على ملف مسدود
قال لا اخش الدلاله لا بصمه اطلق احسن عليهم ان شاء الله. خلى يحتف على ملف وغمض عيونه قال تعال وقع الملف. نعم اسمعني. نعم فانا اطلب منكم انا اسمعني استاضمي الحلبوسي دعت مرحمه هم خلي يترحمون هالمساء يفلك الله يا مشاع جهاز جدي يفلك الله ملينا خلي يطلع عفو مساجي تتمرج منهم بس يطلع عفو من خلينا نطلع. الله يكون بعونك يا ام حسين من بغداد ونتمنى رسالتك توصل وصوتك يوصل ايضا لمن يهمه الامر او لمن لديه القدره على اخراج الابرياء من السجون والمعتقلات الذين قبعوا فيها لسنوات طويله بلا تهمه، وناس تهم باطله اصلا ملفقه تحت التعذيب، ومعروف دوليا هي حجم بشاعه التعذيب اللي موجود في السجون العراقيه السرية والعلنية التابعة للحكومة وللميليشيات، واللي يصير بها من إهانة لكرامة الإنسان وتعذيب جسدي ونفسي حتى يوقع الاعترافات ما لها علاقة بها، وعمليات ابتزاز وغيرها وغيرها. طبعا ملف المعتقلين ملف شائك جدا وحقيقة يحتاج إلى رجل دولة أنه ينهي هذا الملف. معنا سيد أبو علي من بغداد، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ مصطفى؟ الله يحفظك إن شاء الله ونحيي الله يسلمك ونحيي الثوار العشرين مال أهل أبو غريب وحارث الضاري الله يحفظه إن شاء الله ويطول عمره. الله يرحم الشيخ حارث ويحفظ الدكتور مثنى. الله يخليك يا أبو علي. أبو غريب نعاني من الكهرباء. الكهرباء نعم. أبو غريب فرد دوب مات فيه ضعيفة فرد دوبه وخاصة نعم. اهل المولدات يتعاملون ويا القايم مقاميه على مود يتفقون وياه على مود يطفونها، ولحد الان هي ضعيفه بابو غريب. ابو غريب عاشت ماساه بس الله اللي يدري بيها. نعم. وانا اناشد طلال الزوبعي اناشده ابو الغيره واناشد مال المثنى مال ابو غريب. أني حكي ويا القايم مقام حتى لا يطلعونه عمي ما يفيد القايم مقام. نعم. ما يفيد القايم مقام ولا شوف أبو غريب خير. هسه أنا إذا تروح المستشفى أبو غريب ها؟ نعم. ميليشيات بيها. إذا أي. تروح لأبو غريب ميليشيات. كان البارحة رحت الثلاثاء ها؟ والشرطة كلهم ميليشيات. طيب أنا أسألك يا أبو علي حتى هم أنت أبو علي. أبو علي. ميليشيات. أبو علي. أبو غريب كلهم ميليشيات. طيب. عمي كهرباء. اسمعني يا أبو علي تسمعني؟ تسمعني؟ نعم أسمع. أبو علي أنت نعم. دا تقول كلها ميليشيات موجودة يمكن بأبو غريب، تتوقع السياسي؟ أي والله كلها ميليشيات. تتوقع السياسي يقدر يحكي ويا الميليشيات أو يقدر يغير اللي دا يسووه؟ والله يا عمي خلف الله على طلال الزوبعي لحد الآن واقف ويا أبو غريب هو وكريم أبو سودة وجاي حكون جاي حكون. هي بالحكي هي بالحكي لو بالفعل يا ابو علي ابو علي هي بالحكي الكهرباء على مود الكهرباء امان لحد الان ضعيفه وخاصه بخرنبات وخاصه بكل مناطق ابو غريب. نعم نعم والله ومستشفى ابو غريب عبالك اهلي مو حكومي. نعم نعم انا جاي احكي لك الحقيقه والواقع. انا اسالني انا ابو علي كلها تعرفني. نعم الله شاهد ورقيبه. ابو غريب فساد بيها اللي ما صاير من القايم مقاميه وشريده. طيب انا احكي لك الواقع. انا اشكرك يا ابو علي من بغداد. السياسيين اذا قضوها حكي وسوالف تصريحات وكلام هذا مو موقف. 100 واحد يقدر يصرح هسه يناصر اي قضيه مو معناها انه هو اثر على الارض. اكو سياسيين وصلت حتى الى وزراء ما يقدرون يطبون مناطق بها ميليشيات. المشكلة مو بالسياسي الفلاني انه هو يريد يوقف ويا منطقته او اهل منطقته والميليشيات منتشرة وتمنعه. المشكلة في نظام كامل اسس لهذا الوضع. اسس انه ميليشيات تحكم واحزاب تحكم. واللي رضوا على نفسهم يكونون شركاء بهاي العملية السياسية عليهم من العراقيين ما على الاخرين من الفاسدين وغيرهم حتى لو كان هو شريف. الشريف ما يبقى ويا الفاسدين، الشريف يطلع ما يظل موجود ويا مجموعة من اللصوص والقتلة كما يقول العراقيون ويتهموهم بهاي الاتهامات، مجموعة من اللصوص الفاسدين القتلة اللي دمروا البلد، الشريف ما يبقى ويا هؤلاء، إذا اكو شريف بين السياسيين ما يبقى ويا هؤلاء، ولا يوهم نفسه أو يوهم أنصاره أو منطقته أو عشيرته أو طائفته
ان هو دا يناصر قضيتهم، لان هو ما راح يقدر يحقق شيء في ظل دوله من الميليشيات والمافيات. اي انسان شريف ما يقدر يتعايش ويا الدوله العميقه اللي اسستها هاي الاحزاب، ويا الدوله الفعليه الموجوده هسه اللي تملاها الميليشيات والاحزاب الفاسده. علي من هولندا تفضل. السلام عليكم استاذ مصطفى. وعليكم السلام محمد، وياكم محمد يا جماعه تفضل. الله يسلمك وكل العاملين في القناه. الله يسلمك حبيبي استاذ مصطفى. يعني والله هواي حكينا بهالموضوع صراحه، وكل الناس تعرف وانت تعرف وانا اعرف، كل العراقيين اللي بالعراق عصابات. أي. اللي تحكم عصابات. نعم. ومافيات. احنا الى الان ما عندنا اي حكومه. نعم. احنا كلنا نعرف، حتى انا عايش مثلا في هولندا، انت شلون تعرف انه اكو حكومه؟ نعم. اولا الحكومات هنا تبيع لك كهرباء، الحكومه تبيع لك كهرباء، تكون وزاره الكهرباء وزاره مربحه. حكومه تبيع لك مي، حكومه تاخذ اجور مجاري، حكومه تاخذ من اي شيء هنا، حتى سيارات ضرائب ما ادري شنو، حكومه تسوي فلوس هواي. نعم. بس بالعراق مع الاسف احنا عندنا نفاطات ما يعرفون شيء غير بس يبيعوا النفط، حتى ما يعرفون يبيعوه، مجرد سماسره، الله وكيلك. نعم. بالعراق ما عندنا حكومات، عصابات مافيات تصرف بس بالعراق وبس. هاي هي الحكومات. حكومات تخدم شعبها، تحمي شعبها، تقدم المستحيل من اجل شعبها، راحة شعبها، رفاهية. نعم. شعبها. يعني مع الاسف ما اعرف شو اقول. انا اعرف وانت تعرف وكل الناس تعرف. يعني نعم. والله قهر، والله قهر، هذا العراق تصبن عليه منهوب 24 ساعة نهيبة. فساد من الصبح إلى الليل. الحل برأيك يا علي شنو؟ حكومة شريفة. ها شلون تجي الحكومة الشريفة يا علي؟ والله يا أخويا إذا ثورة مسلحة، هاي أولا. هاي انتفاضة، ومع احترام لكل الثوار. نعم. مال يومية وسلمية وبالصامطة ومدري شنو، هذا الحكي ما يجي. ترى هم كم ألف عتالة والله أمام هذا الشعب الملايين. إذا كل بندقية وكل بيت عراقي هو مسلح وبيه بندقية وبيه مسدس، إذا كل واحد شريف عراقي شال بندقيته ومسدس، صدقني هذول كلهم هذول الحصل لك والله 3 ساعات ما يكونوا بهالبلد. وحتى الحدود. طيب. تسكر عليهم ويقدمون إلى محاكم عرفية بالشوارع. طيب علي أنا أشكرك طبعا، رأيك يحترم وهو رأي، لكن موضوع المسلحة إلى أن يعني لا أعلم حقيقة، لكن الوضع في العراق لا يسمح بهذا الأمر، خاصة أنه اللي موجودين بالسلطة للأسف مدعومين دوليا. يعني الأحزاب والميليشيات مدعومة من إيران، وكذلك مدعومة من الولايات المتحدة، من أمريكا، ودول العالم كلها تقريبا معترفة بهاي الحكومة وتتعامل وياها تعامل سياسي واقتصادي وأمني وغيرها. يعني المشكلة عندك هاي الدولة وهاي الأحزاب وهاي الميليشيات عندها استعداد تحرق العراق، هما قالوها، إذا مست مصالحهم أو مصالح الدول اللي دا يشتغلوا لها. على سبيل المثال إيران، يعني ميليشيات حزب الله وغيرها زعماها كانوا يهددون، عندهم استعداد يحرقون للعراق إذا تم المساس بالمصالح الإيرانية، ونفس الشيء من الطرف الأمريكي. وإذا صار موضوع رفع السلاح من قبل المتظاهرين ثوار تشرين في هذه الثورة، هيكون هناك مبرر أمام العالم من هاي الأحزاب والحكومات أنه هي تبيد الناس، تبيد الشعب، عندها استعداد تبيد أكثر من 50% من المجتمع أمام عيون العالم، والعالم حيظل يتفرج، وبالعكس ربما يقولون دول إرهابيين وطلعوا يخربون البلد ويقمعوهم بدم بارد ولا أي رقيب ولا أي حسيب، والعالم كله حيظل يتفرج. فهاي المشكلة، المسلح ليس الوقت الآن متاح. طالما يرفع العراقيون شعار السلمية، إذا لازم نحترم هذا الشعار، الشعار اللي ضغط على هاي الأحزاب، اللي أحرج العالم أن يباوع على القضية العراقية. هذا سلاح ناجح ويستحق الاستمرار، لكن يحتاج إلى دعم ومؤازرة من كل العراقيين حتى تنجح هاي الثورة. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. Hi.
فوضى عارمة مستشفى الطفل بسبب فقدان السيطرة على الناس. الله يستر من الوضع حاليا بنيسان مستشفى الطفل. حتى الماضي شيء جيد راح يصير بشيء بسبب فضل الجاسي. الآن الوضع السيطرة عليه على الوضع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هذا حال مستشفى في ميسان، مستشفى الطفل طبعا، وهذا الوضع المأساوي. طبعا فيروس كورونا منتشر بالعراق والإصابات الله يستر من المزيد. طبعا حذرنا قبل ونكرر هذا الكلام، عدد الإحصاءات اللي تجريها الحكومة أو المختبرات المعنية بالكشف عن حالات فيروس كورونا، الأعداد أو عدد الكشف أو الفحوصات قليلة. إذا ارتفع هذا العدد حتكشف بلاوي، غير أنه بالعراق أصلاً هواي ناس قاموا يخافون يروحون للمستشفيات لأنه هي أصبحت البؤر الناقلة للمرض وغير أمراض ممكن يكسب المريض. فبالتالي الحالات الحقيقية لفيروس كورونا المنتشر بالعراق هي غير المعلن، غير الحكومي المعلن كوارثك، وطبعاً لها أسباب كثيرة. ولسان العراقيين يبس من التحذيرات، يا جماعة سدوا الحدود، اقطعوا التعامل ويا إيران، هاي الدولة الموبوءة اللي جابت لنا أنواع المصائب. ما حد يسمع، بالعكس ظلوا فاتحين الطريق وخلونا نصير أيضا بؤرة للمنطقة. مشكلة ثانية مشكلة الوعي حقيقة، والناس أيضا احنا ما نقدر نلوم الناس على أنه ليش تبدأ تتجمعون، وما نقدر أيضا نعذرهم. يعني بالحالتين هو الموضوع صعب. حالة من مجموعة من المجتمع، فئة ليست قليلة بالملايين، حالتهم تحت خط الفقر ويحتاجون إلى العمل اليومي لتأمين قوت العيش للعوائل، القوت للعوائل للأطفال وللزوجات. وناس طبعا عندهم لكن الوعي صفر، ويطلع ينتشر بين الناس وينقل الفيروس إلى ويكتسب هو فيروس. مشكلة الفقراء ما نقدر نلومهم لأن الحكومة ما وفرت لهم أي وسيلة للعيش الكريم، إن هم يقعدون ببيوتهم ويقدرون يأكلون ويشربون، ما وفرت هذا الشيء. مجبور أبو العائلة يطلع ويشتغل، ما نقدر نلومه. وبنفس الوقت أيضا ما نقدر نعذر اللي عندهم إمكانية إنه يبقون بالبيوت ومدى يبقون ودي ينتشرون ويتعاملون مع الناس واختلاط ونقل. من معنا الآن؟ السيد حسين من الناصرية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يساعدك، شلونك؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير، تفضل. أنا عندي مساجين اسمي. نعم. حسين محمد من الناصرية. نص الصوت للتلفزيون يا سيد حسين رجاء. الله يخليك، عندنا ولد اثنين، احنا مساجين الساعة الخامسة. نعم. سيد حسين نصي صوت التلفزيون رجاء. احنا عندنا اثنين بنحبهم بالناصرية بدون شاهد وبدون كشف دلالة وبدون اعتراف، ولا يوجد شاهد عياني بالدعوة، يعني بالاتهام. وحكمهم يعني انت هسه صار البرنامج انا تابع قد ما تجيبون طار القضاة، واكثر من السجناء اللي انسجنوا هم سجنوهم القضاة وباصة ضغط شاعري وضغط احزاب. اكو ناس صار بالتمييز 3 سنوات، ما مميز يا جماعه، والسجن الخامسه 3 سنوات، الله اكبر. تمييز لا هم عاد منهم، خلي عندهم عم من بطنا ما اريدهم، ولا هم مطلعينهم. ناس كرت الكورونا اخذتهم، التعذيب اخذاهم، الفرق مال جهالهم ومال نسوانهم. نعم. صاروا ما يشوفون، صار 4 سنوات. نعم. المشكله القاضي ما شفنا يوم الاستاذ فايق زيدان حاسب له قاضي، ما شفنا واحد مسؤول حاسب له قاضي. انا ارسل لك على الواتساب مالك، ارسل لك شوف الدعوه وشوف كشف الدلاله وشوف الاعتراف وشوف تمييز الدعوه، حال الدعوه الايجابيه اي. نعم. ماده قانونيه تثبت بين مدانين، انا خلي عدمون المشهد ما انا عايزي. والسلام عليكم. وعليكم السلام، الله يكون بعونك يا سيد حسين. طبعا معهد كارينجي للسلام مشاهدينا الكرام توقع، هو معهد امريكي طبعا، توقع عوده التظاهرات في العراق بصوره اقوى من ذي قبل في ظل الازمه الاقتصاديه والمطالبات باجراء الانتخابات المبكره.
يقول الموقع أنه الوضع في العراق يسير نحو الهاوية، وطبعا أزمة كورونا كما يقول الموقع بسببها وبسبب انهيار أسعار النفط أججت الغضب الشعبي أكثر، الناتج من فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الاقتصاد في البلاد. وأشارت إلى أن المتظاهرين يستعدون لاستئناف ثورتهم ضد الفساد الحكومي. صحيفة لا بروغرسيف الأمريكية قالت أن المتظاهرين في العراق يعتبرون أنفسهم في حالة حرب مع الأحزاب السياسية التي قادت البلاد إلى الانهيار في المجالات المختلفة. أشارت الصحيفة إلى أن معظم سكان العراق حاليا يفتقرون إلى المياه النظيفة والكهرباء والوظائف المستقرة والخدمات البشرية المناسبة، وأنهم يفتقرون أيضا إلى التمثيل المناسب في الحكومة، وهو أصل المشاكل العديدة التي يواجهونها. صحيفة The National الأمريكية قالت إن إيران تواصل دعم الميليشيات المسلحة في العراق من أجل استهداف مؤسسات الدولة، وأضافت أن وقف تجاوزات الميليشيات المسلحة هو أحد أهم مطالب الثورة، ثورة تشرين التي نادت بها بعد تعمد تلك الميليشيات تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات بين إيران والولايات المتحدة. أيضا ليبراسيون هي صحيفة فرنسية قالت إن الأزمات المتراكمة التي يمر بها العراق تزداد تعقيدا يوما بعد آخر بسبب الفساد المستشري الذي أغرق البلاد بالديون ودفع الاقتصاد إلى الهاوية. وأضافت الصحيفة أن الحكومات المتعاقبة في العراق بعد عام 2003 خضعت لأجندات خارجية ولم تدافع عن سلطة الدولة، بينما تعاظم النفوذ الخارجي الذي تحكم في توجهات الأحزاب السياسية. هذا جزء بسيط من آراء الصحف الغربية، وهي بالتالي آراء المجتمعات الغربية أو ما تحاول هذه الصحف أن توصله إلى المجتمعات، هي الوضع في العراق، حقيقة ما يجري في العراق. هذه الثورة خرجت للإطاحة بهذا النظام. مصطفى الكاظمي لو فعلا يريد يسيطر ويريد يحجم ويريد يسيطر على انتشار السلاح ونفوذ الميليشيات، ما كان طلعوا ذول ال 14 واحد اللي من حزب الله بكل سهولة، وتم التعامل معهم وكأنهم كما يقول البعض قاعدين بفنادق 5 نجوم من ناحية التعامل أو ما قدم لهم من طعام وشراب وهذا الاهتمام. وبالنهاية فعلا داسوا على صورة قنادرهم أجلكم الله، ويعتبر هذا بالنسبة لهم هو الرد، واللي حاكمتهم طبعا محكمة الحشد، ما يسمى به محكمة الحشد اللي طلعتهم أبرياء طبعا لعدم وجود أدلة هم لازميهم يم منصات إطلاق صواريخ. يعني هاي المهزلة حقيقة اللي حاول البعض تصوير مصطفى الكاظمي إن هو رئيس دولة ورئيس المرحلة وطوه فرصة ونخلي ننتظره، هاي كلها محاولة للضحك على الذقون ومحاولة إيهام المجتمع العراقي أن مصطفى الكاظمي الذي خرج من رحم الفساد يمكن أن يكون طاهرا ونزيها ويسيطر على الفاسدين، وطبعا كل ما يحاول يفشل. السيد أبو أحمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، بالنسبة الكاظمي نفس الوزراء السابقين ولربما يكون أضعف، لأن الظاهر أمريكا وإيران متفقين على أنه يدير هذه العراق يدير رئيس وزراء ضعيف. نعم. أنت لاحظت من بداية الانتقال من سقوط بغداد لحد هذه الساعة يجي واحد أضعف من الله، ماكو بالنسبة رئيس وزراء يوميا يجينا واحد أضعف من الله. يعني الظاهر متفقين على هذا الأمر، هذا انتهينا من عنده، هذا شيء معروف للشعب. لكن نرجع على المرض هذا، الوباء اللي هذا وباء يا ستار منه يتفشل بشكل واسع، يعني موتى والناس الخوف يعني كثير عالم وين تروح وين تنطي وجه، يعني شغلة كبيرة. الأموال اللي صرفتها وزارة الصحة الله يسلمها، سيفشي الظاهر هذا وزير الصحة. نعم. يحمل وزير المالية يقول له بالنسبة لك أنت بسبب هاي الجائحة والموتى والإصابات كلها من وراك، لأن ما أعطيتنا فلوس. نعم. يعني فلوسكم وين؟ نفط العراق هذا اللي العراق يطفو على بحيرة من نفط. نعم. أين الأموال اللي
اللي راحت بال 2014 و 2015 و 2000 ومن زمن المالكي كانت الموازنه الله اللي يدري كانت تضامينها ضامين لو جامعي هاي الفلوس مال المليارات تكفينا ب 10 سنين اللي قدام 10 سنين تكفينا هاي الموازنه من 2003 لحد الان. نعم. هاي حاله سيطرنا عليها اذا من الناس زرع يحرقوه الناس مستغيثه الاقتصاد من هذا. نعم. وعندك النوم الاستيراد ما شاء الله صلى على النبي الاستيراد اللي خاصتين لإيران فاتحين الحدود علينا. نعم. والوباء موجود يصدرونا بالمواد الزراعيه والشكو شيء تعبان وتلفان يدزون العراق. نعم. ياخذون منا عمله صعبه طبعا ما يبقى ولا ارجع النوم على المناقد الحدوديه الملابس اللي فلوسها بجيوب الفاسدين الاحزاب الفاسده. نعم. يعني الى متى يا الشعب العراقي ولكم اصحوا الى متى ظلوا نايمين وما يفيد وياهم دولة ترى ماكو مال بس ان شاء الله انا متوقع هاي الانتفاضه تشرين ان شاء الله بعون الله والله لا تطلع المرة إلا تزيحهم كلهم لأن الشعب من صغير إلى عمره 100 سنة أزغب واحد عمره شايف 90-80 سنة عرف شيخ وماكو بالحكومة هاي. نعم. والله لا ينزاحون ويتحاسبون حساب عسير وإن شاء الله يقول لك وبشر الصابرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أشكرك يا سيد أبو أحمد من بغداد. وصلنا إلى فقرة قراءة الرسائل المشاهدين الكرام الواردة على خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين. نبدأ من أول الرسائل التي تم إرسالها إلينا. زهراء من العمارة تقول السلام عليكم، تحية خاصة لكل العاملين في قناة الرافدين. السياسيين كلهم كذابين، كل سياسي فاسد نهب وسرق أموال العراق وقتل أبناء العراق الذين خرجوا للمطالبة بحقهم. بالنسبة إلى مصطفى الكاظمي همين فاسد مثلهم، لو بخير ما أفرج عن الأشخاص المعتقلين بقوات حزب الله ويروح يطلع العيساوي براءة وشكرا لكم. في رسالة لدينا، هناك من يحاول الاتصال طبعا كما قلنا غير متاح. أم حسين من بغداد، أم حسين اللي اتصلت بينا هي نفس اللي أرسلت الرسالة، فنقرأ رسالة أخرى. أخوكم من البصرة يقول دمروا إخواننا السنة واليوم يدمرونا، إنهم المجوس لا دين لهم، سوف نأخذ بالثار لإخواننا السنة. أخوكم من البصرة شكرا لك. في رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ، لم يذكر قيس الخزعلي أن هناك بعض رؤساء القبائل في الجنوب في ثورة 20 كانوا يساندون الاحتلال البريطاني ضد الثورة والمشايخ في الجنوب في حينها يعلمون من هؤلاء وقبائلهم. تحياتي. مريم من كركوك تقول السلام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة، أنا قاعدة إيجار يعني وين أروح؟ والله دمرونا الحكومة خلي ينطونا حقنا. في رسالة أخرى لدينا، السلام عليكم، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون لأن ما يحدث داخل السجون كارثة حقيقية وجريمة بشعة بحق الإنسانية، إضافة إلى انتشار فيروس كورونا داخل السجون فهنالك مشاكل أخرى يواجهها المعتقلون داخل السجون ومنها التعذيب الجسدي والنفسي من قبل السجانين، إضافة إلى سوء الرعاية الصحية والطبية وسوء معاملة السجناء. والله حتى اليهود أحسن منهم، وديننا الإسلامي دين تسامح ومحبة وألفة ليس حقد وعداوة وبغضاء. ونقول لهذه الحكومة الظالمة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رسالة أخرى، هذه المجموعة الخائنة ماذا قدمت لكم منذ سقوط نظام صدام حسين؟ ورسالة أخرى من السيدة أبو نورة يقول المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وأنتم يا أهل العراق لدغتم من ثعابين المنطقة الخضراء ألف مرة ومرة. العراق بعد الاعتماد على الله يحتاج إلى تكاتف أبنائه، العراق يحتاج إلى حاكم رئيس دولة من ظهر أب عراقي وأرضعته أم عراقية. أبو نورة، طبعا هذه الرسائل التي وردت مشاهدينا الكرام التأييد كبير لموضوع أن الحل الوحيد في العراق هو إسقاط هذا النظام وإزاحته بشكل كامل. أن نظل نعتمد أو ننتظر من هذه الأحزاب خير، و17 سنة انتهت والعراق يعني وصل العراق إلى 17 سنة من حكم هؤلاء، ووصل أيضا إلى خزينة فارغة، وأن العراق الآن يستجدي الدعم يستجدي المال يذهب إلى الاقتراض
اللي دا يدخل العراق والعراقيين بديون متراكمة على الأجيال القادمة طبعا وليست على هؤلاء. فهذه النتاج من نتائج العملية السياسية التي وضعها الاحتلال الأمريكي والتي نماها وغذاها الاحتلال الإيراني للعراق، وطبعا الراضخين والعملاء ومن تواطؤوا مع الاحتلالين وافقوا على أن يكون الوضع بهذا الشكل. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.